بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا الثاني مع الأصول الثلاثة، وأذكر بالمتن مرة أخرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى أو المسألة الأولى واللغتان الصحيحتان العلم، وهو معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا عن المسألة الأولى، ألا وهي العلم، وقلت بأن العلم مقدم على العمل، واستدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بهذه الترجمة الفقيهة البليغة للإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، حيث قال: باب العلم قبل القول والعمل. وصدر هذا الباب بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين، فبدأ بالعلم وثنى بالعمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. إذن قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل يجب أن تتعلم. باب العلم قبل القول والعمل. وتحدثت في هذه المسألة، لا أريد أن أكرر ما ذكرته في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا. المسألة الثانية العمل. العمل بالعلم، فكل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. إذن العلم النافع الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل. أكرر: العلم النافع الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل. فكل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
الفارق الكبير بين السلف والخلف أننا نرى بونا شاسعا وهوة سحيقة بين القول والعمل، بين القول والفعل. ترى الآن تنظيرا باهتا باردا، وما أيسر التنظير، لكن أين العمل؟ والله كلما تحدثت في هذا الباب أشهد الله أنني أشعر بخجل وأشعر بتقصير، لأنه من منا لم يشعر بتقصيره في حق ربه تبارك وتعالى؟ نتكلم كثيرا لكننا نعمل قليلا. ويرن في أذني الآن قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق فيما نقوله في هذه المسألة الثانية، في مسألة العمل. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها الإخوة، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم، وقارئ للقرآن أتي به، أي بالعالم، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عالم يلقى في النار، وقارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قرأت القرآن، قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل استشهد، سقط في الميدان شهيدا فيما يبدو للناس، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. انظروا إلى خطر العلم بغير عمل، فكل علم لا يفيد عملا ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل البتة على استحسانه، فما قيمة علم لا يورثنا الخشية لله جل وعلا؟ ما قيمة علم لا يورثنا الطاعة؟ ما قيمة علم لا يدفعنا دفعا إلى القرب من الله تبارك وتعالى؟ قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. القضية أيها الأحبة ليست في التحصيل فحسب، وإنما في أن نحول هذا العلم الرباني القرآني والنبوي في حياتنا إلى واقع، إلى منهج عملي. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار: يا فلان، يا فلان، ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ألا أيها المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام من الضنى، كيما يصح منه وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
وهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، أي كما يزل الماء عن الحجر الأملس. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. كان أبو الدرداء رضي الله عنه، وإن كان في سند الرواية ضعف، كان يقول: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول علمت، أحفظ الأدلة وأقول قال الله وروى البخاري وروى مسلم وروى أحمد، أحفظ الأدلة وأمضي فيها كالسهم. لكن فتش عن قلبك وفتش عن عملك. أخشى أو أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول علمت، فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة هل ائتمرت، وتقول الزاجرة هل ازدجرت. فأعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا تسمع أي لا يستجاب لها. هل تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي فطر على التوحيد، الذي عصمه الله جل وعلا، هل تتصور أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع؟ هل فكر كثير من طلاب العلم الجراء الآن على التطاول على الرموز؟ هل فكر كثير من هؤلاء الجراء الذين تطاولون على علماء ورموز هذه الأمة، هل فكر أحدهم في استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع؟ هل هناك علم لا ينفع؟ نعم، هناك علم لا ينفع. العلم الذي لا يورث صاحبه الأدب لا ينفعه، العلم الذي لا يورث صاحبه الخشية لا ينفعه، العلم الذي لا يورث صاحبه التواضع لله ولرسول الله ثم لأهل العلم لا ينفعه. إنما يخشى الله من عباد العلماء. سئل الإمام أحمد: من العالم؟ قال: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. روى مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم، هل استعذت أنت بالله من علم لا ينفع؟ يعني لو سألت نفسي أنا، ولو سألت الطلاب الآن بين يدي، ما هي آخر مرة استعذت فيها بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع؟ ما هي آخر مرة؟ والله لو أذنت لنا ولإخواني الآن بين يدي بالجواب لانقلب إلي بصري خاسئا وهو حسير. ما هي آخر مرة تضرعت فيها إلى الله وتململت بين يدي جل وعلا كتململ العصفور المبلل بماء المطر، واستعذت به تبارك وتعالى من علم لا ينفع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. أكرر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. وكان علي، يا الله ما أروع كلمات هذا الأثر، وإن كان في سنده ضعف أيضا من باب الأمانة العلمية، قال علي رضي الله عنه، الأثر رواه ابن ماجة والدارمي، وكذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره، كان علي رضي الله عنه يقول:
يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. هل يجسد علي رضوان الله عليه واقع كثير من طلاب العلم الآن؟ يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا. يحضر عندي 1000 والآخر يقول لا، بل يحضر عندي 2000، وفي حلقتي طلاب العلم، وفي حلقتك عامة المسلمين، مع أنهم محل دعوة الدعاة إلى الله جل وعلا. فلان عالم، وفلان هذا واعظ، وفلان جاهل بالواقع، وفلان ما زال في دورة المياه يعلم الناس أحكام قضاء الحاجة، وفلان عالم حيض وعالم نفاس. يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. حتى ولو ذهب إلى رجل من علماء أهل السنة، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. فالقضية إذن أيها الأحبة قضية عمل. أنا أقول دائما لطلابنا، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، بل إن المنهج موجود، فالقرآن موجود بين أيدينا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، فمن اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يتحول هذا المنهج في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. وهذا هو السر الذي من خلاله استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر، وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم أن نجح نبينا صلى الله عليه وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج القرآني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات أو عبر أشرطة الكاسيت أو السيديهات، وإنما طبعها صلى الله عليه وسلم على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الصحب الكرام ليحولوا هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى منهج حياة، إلى واقع يتألق سموا وعظمة وصدقا وإخلاصا وحركة وعملا وبناء. فالفارق الكبير بيننا وبينهم أننا ربما تجد الآن عند أقل طالب علم من الكتب والمجلدات، والله ما لم تكن هذه عند السلف، والله ما كانت هذه الكتب والمجلدات بسمتها ورسمها وعددها وكمها عند السلف، لكنهم حولوا هذا المنهج إلى عمل. فما أحوجنا إلى أن نحول هذا العلم إلى عمل، وإلا فالعلم عارية لا ينتفع به إلا إذا حوله صاحبه إلى منهج عملي. وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة، وإنه لذو عمل بما علمناه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أكتفي بهذا القدر في هذه المسألة الثانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل والحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إلى ماذا؟ إلى العلم أم إلى العمل؟ هل يعود الضمير في قول المصنف الدعوة إليه على العمل أم على العلم؟
والراجح الدعوة إلى العمل بالعلم، فقد أصلنا الآن أن علما بدون عمل لا قيمة له. الدعوة إلى العمل بالعلم، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما وقد عرف الشيخ العلم بقوله العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وسأرجئ الحديث عن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام للحديث عن الأصول الثلاثة إن شاء الله تعالى. فهذا هو لب كتابنا بإذن الله جل وعلا. إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى العمل بهذا الدين، الدعوة إلى العمل بالأمر، الدعوة إلى العمل باجتناب النهي، الدعوة إلى العمل بالوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله أيها الأفاضل من أعظم الفروض التي افترضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الدعوة إلى الله، على وجوب الدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وكرر هذا الكلام لجلاله وجماله، ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة ونسب هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ليست ذاتية وليست عرقية وليست عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من حمل الأمة لهذه الرسالة المباركة لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة النبي أمة دعوة، أمة بلاغ، أمة رسالة. ما شرفت الأمة إلا لحملها هذه الرسالة. تدبروا هذا الأمر من الله لنبيه، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. أمر مهيب، أمر جليل، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله، إلا أن أبلغ دين الله، إلا أن أبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فالأمة ما شرفت إلا بالدعوة، وما كرمت إلا بحمل هذا الدين، وما عزت الأمة إلا يوم أن رفعت راية الدعوة إلى الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن تخلت عن هذه الأمانة العظيمة والشرف الكبير واتبعت الثقيلة. يا أيها النبي قم فأنذر، فقام ورب الكعبة ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا، وحتى أنزل الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل لقد قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته، لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الباطل وأهله، ووالله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. فواجب على كل مسلم ومسلمة أن يبلغ دين الله على قدر استطاعته بقدر ما علمه الله تبارك وتعالى من العلم. ألم تحفظ آية من كتاب الله؟ ألم تحفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم
كما في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح، نضر الله امرأ من حديث ابن مسعود، نضر الله امرأ، رسول الله يدعو لك بنضارة الوجه يا من تبلغ عن الله وعن رسوله، نضر الله امرأ سمع منا حديثا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أكرر الحديث وأسأل الله عز وجل أن يجعل له آذانا واعية وقلوبا واعية: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. انظروا إلى الفضل. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فأسأل الله أن يجعلنا جميعا من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تكون أبدا من حواري رسول الله ولا من أتباعه حقا حتى ترفع نفس الراية التي رفعها رسول الله، وحتى تتحرك بين الناس بذات المنهج الذي تحرك به بين الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تدعو إلى الله بمنهج رسول الله ببصيرة، بحكمة بالغة، بكلمة رقيقة رقراقة، بموعظة حسنة. فالمنهج توقيفي، منهج الدعوة إلى الله توقيفي، لم يدعه الله لنبي من الأنبياء فضلا عن داعية من الدعاة. أصول المنهج الدعوي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، قد تختلف الوسيلة، فما نحن فيه الآن وسيلة تتفق مع عصرنا وزماننا، والشريط وسيلة، والمحاضرة عبر الإذاعة وسيلة، وإعلان لمحاضرة في التلفاز أو في جريدة وسيلة، تختلف الوسائل باختلاف الزمان والمكان. أما المنهج فتوقيفي، لا يختلف البتة باختلاف الزمان والمكان. أصوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه أصول المنهج الدعوي. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تطبيق عملي لهذه الأصول، تطبيق عملي لهذه الأصول. ولا يتسع الوقت لذكر بعض النماذج الدعوية التطبيقية العملية من سيد الدعاة، من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أجدني مضطرا اضطرارا لأن أذكر بموقف واحد تحفظونه جميعا، لكنني أخاطب طلاب العلم وأخاطب المسلمين في كل مكان. كلنا يحفظ حديث الأعرابي الذي وقف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال إلى جوار رسول الله. هل تتصور هذا المشهد؟ أعرابي يدع هذه الصحراء المترامية ولا يجد مكانا يقضي فيه حاجته إلا في مسجد رسول الله، بل وفي حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويقوم الصحابة: ماذا تصنع أيها الرجل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة يقول: لا تزرموه، لا تزرموه. أنا لا أقول هذا من باب الإعجاب السالب أيها الأحبة، لا أقول هذا للإعجاب السالب أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، بل أنا أبين منهجا عمليا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واجب على كل سالك لهذا الطريق والدرب المنير أن يكون على هذا المنهج العظيم. لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، ويقضي الرجل تبوله باطمئنان كامل حتى يقضي الرجل حاجته، فينادي عليه
رسول الله نهر الرحمة وينبوع الحنان وأستاذ الخلق والأدب، ويقول إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، لما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، فيأتي الصحابي أو الصحابي بدلو من الماء فيشنه على أثر البول ويطهر المكان، وانتهت القضية وانتهت المشكلة. ما أمر النبي الصحابة أن يلقوا هذا الرجل من يديه وقدميه خارج المسجد، ما عنفه، ما وبخه، ما آذاه بكلمة ولا بلفظة، لا والله، وإنما إن فعل هذا الأعرابي بهذا الخلق الكريم فدخل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا الله بهذه الدعوة التي سمعها النبي، سمع الأعرابي يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لم يجامله النبي على حساب المنهج أيضا، وإنما لما قضى النبي صلاته قال: لقد تحجرت واسعة، يعني لم تضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قل: ورحمتي وسعت كل شيء. الشاهد أن نتعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول قتادة في تعليقه على قول الله لموسى وهارون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. كلنا يعرف فرعون، ففرعون هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وفرعون هو الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، إلى آخره. ومع ذلك يأمر الله موسى وهارون نبيين كريمين أن يقول لفرعون قولا لينا، فقال قتادة: يا رب ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال: سبحان ربي الأعلى. وأنا أقول: لقد دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب. يا الله، دخلت الجنة في كلب، مرت على كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فملأت مقها ماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. أقول يا إخوة، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أركز على هذا لأنني ألمح قسوة وجفوة في كثير من طلابنا. إذا أعفى الطالب لحيته ووضع الغطرة على رأسه والتزم بدرس من دروس العلم، يحول البيت إلى نار متأججة، لا يستطيع والده أن يكلمه، ولا تستطيع أمه أن تتحدث معه، فضلا عن أخواته، فضلا عن إخوانه. لماذا؟ قل: التزم. هل هذه حياة الالتزام؟ هل بهذا الخلق والسلوك ندعو غيرنا إلى الله تبارك وتعالى؟ نأخذ بقلوب الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى؟ محال يا إخوة. احفظوا مني هذه الكلمات، أقول إن الحق معنا. أطلت النفس في هذه الجزئية لأنني أعالج واقعا مرا أليما نحياه الآن. لماذا استطاع أهل الباطل أن يجذبوا الناس إلى باطلهم؟ لماذا؟ لماذا لم يستطع أهل الحق إلى الآن أن يجذبوا الناس إلى الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل جميع الرسل وخلق من أجله الجنة والنار؟ لخلل في منهجنا، لخلل في دعوتنا، لخلل في أسلوبنا في البلاغ عن الله تبارك وتعالى. فالدعوة فن، لا يجوز للداعية أن يتجاوز أصوله التي حددها القرآن كما ذكرت. أقول إن الحق معنا، احفظوا مني هذا، إن الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. هذه المشكلة، لا نحسن أن نشهد نحن ابتداء لهذا الحق على أرض الواقع شهادة خلقية عملية، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب كما هو الواقع.
وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى وللباطل الذي انتفخ وانتفش، فنعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن نعبر عن ألمنا بصورة مكبوتة سلبية فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عن ألمنا هذا بصورة صاخبة متشنجة منفعلة وأحيانا دموية مخزية، فيزداد أهل الأرض في الأرض بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم، فنخسر الحق مرة بعد مرة مع أننا على الحق ومع أن غيرنا على الباطل. فالقضية أيها الأفاضل، كيف ندعو الناس؟ كيف نبلغ الحق لأهل الأرض بحق؟ أقول أيها الأحبة، إننا لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. أولم يقل خالق النفس البشرية جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ فلنتعامل مع النفس البشرية من هذا المنطلق، لنصبر أغوارها، لنتغلغل إلى أعماقها، ولن يكون ذلك أبدا أيها الأحبة إلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. هذا فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وفيه أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله الله الله، انظروا إلى هذا الفضل العظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ هذه هي الدعوة الكريمة، هذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل لها مثلا في القرآن بالشجرة الكريمة الطيبة، تلك الشجرة التي تتغلغل في أعماق التربة وفي قلب الصخور، لا تؤثر فيها الرياح العاتية ولا تحطمها معاول الهدم والبطش والطغيان. إنها الدعوة إلى الله بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ولم لا، وهي كلمة الله جل وعلا، قال الله وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تعجب معي بعد هذا الفضل الوجيز الذي تحدثت عنه في فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن كثيرا من إخواننا وطلابنا يعزفون عن الدعوة إلى الله بدعوى أنهم ما زالوا يطلبون العلم؟ ومن قال لك بأن طلب العلم ينتهي في مرحلة من المراحل؟ إن طلبك للعلم لا ينتهي حتى تلقى الله جل وعلا. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة حينما رآه أحد الأفاضل لا زال في مجلس العلم يمسك المحبرة، فقال له: يا إمام، بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ قال: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. وقل رب زدني علما، يأمر الله نبيه بهذا، وقل رب زدني علما. سيظل الطالب يطلب العلم إلى أن يلقى الله. فأرجو من طلابنا أن يفرقوا بين الطلب العلم وبين الدعوة إلى الله جل وعلا. صحيح إن كانت الدعوة المتخصصة لها أهلها من المتخصصين من المتحققين بالعلم الشرعي، فإن الدعوة العامة واجبة على كل مسلم ومسلمة، كما قال شيخنا رحمه الله: كل على حسب قدرته واستطاعته. يا أخي، إن لم تستطع أنت أن تبلغ غيرك بلسانك بكلمة رقيقة بالأدلة، فبلسان غيرك من أهل العلم بشريط أو بكتيب أو بكتاب أو بمطوية، بتخصيص جزء من مالك للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بتكثير سواد المسلمين في المساجد في المحاضرات العامة، بزيارة لله تبارك وتعالى لأحد إخوانك في الله لتبلغه عن الله تبارك وتعالى ولو بشريط. وأنا أقول نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. لو شهد كل مسلم للإسلام شهادة عملية في موقعه، فهي أعظم خدمة نقدمها لدين الله تبارك وتعالى.
شهادة ورب الكعبة آثم قلبه من يكتمها الآن. لأننا نعيش عصرا أيها الأحبة صار الغرب يحكم فيه على الإسلام من خلال واقعنا كمسلمين، وواقع المسلمين فاضح مخزي إلا من رحم ربنا تبارك وتعالى من أفراد. فصار العالم كله يحكم على ديننا من خلال واقعنا. فأعظم خدمة نقدمها للدين أن ندعو لهذا الدين بأخلاقنا، بسلوكنا، بأعمالنا، بأقوالنا. إيتيني بواحد لا يستطيع في أي موقف من المواقف أن يبلغ عن الله بكلمة مهذبة رقيقة. الكل يستطيع ذلك. والله لازلت أذكر هذه الأخت الفاضلة من الرياض، كنت في زيارة لإخواننا في ألمانيا، وأخبروني إخواني أخبرني إخواني هنالك عن رجل ألماني فاضل من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا بأنه كان يعمل ملاكما في فترة من الفترات قبل 20 عاما، ودعي ليكرم في مدينة الرياض، فتقدمت أخت فاضلة بحجابها الكامل وقدمت له هدية بين الهدايا، وما كان هذا الرجل قد أسلم بعد، قدمت له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية فقط، دعوة. يقول هذا الرجل: وأخذت الهدية وضعتها بين الهدايا ومضى على هذه الهدية 20 عاما. يا الله! يقول: جلست يوما لأرتب مكتبتي فوقع في يدي هذا الكتاب، فتذكرت وعدت إلى الوراء 20 سنة. قال: فجلست على مكتبي، كرسي مكتبي، وقرأت، فتحت الكتاب من آخره فقرأت تفسير سورة الإخلاص. قال: فعدت إلى الكتاب من أوله فقرأت تفسير سورة الفاتحة. قال: فهزت المعاني قلبي ووقع حب الإسلام في قلبي، فخرجت من بيتي على المركز الإسلامي، قلت: دلوني ماذا أصنع إن أردت أن أدخل دين الله؟ قالوا: اغتسل. فاغتسلت ونطق الشهادتين ودخل دين الله تبارك وتعالى. وفي اللحظة التي خلع فيها رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان تحرك للدين، تحرك للدعوة. ماذا يصنع؟ لا يحفظ شيئا من القرآن، لا يحفظ شيئا من السنة، لكنه يستطيع أن يقدم شيئا. فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ماذا يصنع هذا الرجل الصادق؟ أخذ مجموعة من الكتيبات التي تتحدث عن الإسلام باللغة الألمانية، وخرج في ميدان عام ووضعها على منضدة كهذه، وكان الشباب والفتيات يعرفونه، ينزلون إليه ليوقع لهم على الأوتوغرافات، فيقدم إلى أحدهم كتيبا من هذه الكتيبات. يقسم الإخوة بالله، دخل الإسلام على يد هذا الرجل ما يزيد على 100 رجل وامرأة، على 200 رجل وامرأة في عام واحد. هذا العدد كله في ميزان من؟ الأخت الفاضلة التي قدمت له هذه الهدية التي ما توقعت أن تكون سبب إسلامه بعد 20 سنة. فما عليك إذن إلا أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تغرس في حقل الإسلام غرسا صحيحا، غرسا صحيحا، تغرس بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فالقلوب ليست بيد أحد. وفرق يا إخوة بين هداية الدلالة وهداية التوفيق. فهداية الدلالة هذه وظيفتنا، أن ندل الخلق على الحق، نقول: قال الله جل وعلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بأدب وتواضع وحكمة ورحمة. أما هداية التوفيق فبيد الله تبارك وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هل نرى تعارضا أيها الشيخ بين هذه الآيات التي ذكرت وبين قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم؟ لا، لا تعارض. فالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة، هي هداية الدلالة أو الدلالة، واللغتان الصحيحتان بالفتح والكسر. أما الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي هداية التوفيق، فهذه بيد الله تبارك وتعالى. ولو كانت بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم لهدى النبي عمه أبا طالب، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي عند رأس عمي وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة.
فقال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. ومات على هذه الكلمة. فخرج النبي من عندي ويقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ألا تعجب معي بعد كل هذا الفضل أن يتخلى كثير من أهل الفضل عن الدعوة إلى الله جل وعلا؟ بل وقد يقنن أحدهم هذا العزوف ويحتج ويدل له بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهم خطأ وفهم مقلوب للآية. وقد خشي الصديق رضي الله عنه يوما هذا الفهم الخاطئ للآية، فارتقى المنبر كما في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومسند أحمد بسند صحيح، ارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وأنتم تعلمون أن الفتنة والمصيبة إن وقعت تصيب الصالح والطالح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقال: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، قال: لو تركوه وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على إذهم لنجوا جميعا. ولم يكرر النبي لفظ النجاة، لنجوا جميعا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزع، وفي لفظ استيقظ النبي يوما من نومه عندها فزع وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. فالدعوة إلى الله أيها الأفاضل فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الكفر واستشر فيه الباطل، ومن انتشر الكفر وأهله والباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ألمح الآن صديق الأمة رضي الله عنه أبا بكر بعدما نطق الشهادتين وفي أيام قليلة ينطلق إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليرجع بعد يوم واحد بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. يا الله، يرجع بعثمان ابن عفان وبعبد الرحمن بن عوف وبالزبير بن العوام وبسعد بن أبي وقاص وبطلحة بن عبيد الله بعد يوم واحد. أختم بهذه الكلمات: شتان شتان بين زهرة حقيقية من خلق الله لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها، وبين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها. أسأل الله عز وجل أن يشرفنا وإياكم بالدعوة إليه، وأن لا يحرمنا وإياكم من كرامة البلاغ عنه، وأن لا يحرمنا وإياكم من دلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخ فهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. أنا أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتنا فيه. نفع الله بعلمكم وبارك فيكم إن شاء آمين. الله. آمين يا رب. ذكرتم من وسائل الدعوة يا شيخ المطويات والكتب والكاسيتات والأشرطة. نعم. هل من وسائل الدعوة يا شيخ أننا مثلا يعني نضع في المساجد مطويات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لعلها تلين القلوب أكثر؟ نعم. يعني في ما جاء في البحر أو ما جاء في السماوات، الإعجاز العلمي في القرآن الذي أثبته العلم الحديث. نعم. لعله يعني لعله أقوى في إلالة قلوب الناس. نعم نعم نعم. واضح السؤال يا أخي. وياكم يا أخي. فضيلة الشيخ، الأخ فهد يسأل عن وسائل الدعوة وخصها بالإعجاز العلمي في القرآن. نعم، هذا باب عظيم جدا من الأبواب التي نستطيع أن نتغلغل بها الآن إلى العقول والقلوب، وأنا قدمت العقول على القلوب في هذا الباب
لأن كثيرا من الناس لا يذعن للحق وبكل أسف إلا إذا وجد هذا الحق مدعما بهذه الأدلة العلمية. لكن ليس معنى ذلك أيها الأحبة أن نلوي أعناق النصوص القرآنية والنبوية لنظرية علمية، فما أثبته العلم ما أثبت العلم صحته في القرآن صدقناه، وما كذب العلم صحته يعني أنكر، لا، وإنما هذا باب عظيم من الأبواب، لا سيما إن كانت المعلومة فيه مضبوطة صحيحة، أن نقدمه بصورة جميلة ملفتة للأنظار في المساجد، لنبين أن عطاء القرآن ما زال متجددا في عصر العلم. يعني لو قدمنا الآن ما أثبته العلم الحديث عن آيات لله تبارك وتعالى في هذه الأجرام السماوية، لو قدمنا مثلا على سبيل المثال كلمات لأكاديمية البحث العلمي في نيويورك مثلا، إذ تقول لقد وصلنا أو توصلنا بعد بحث علمي دقيق أن الأجرام السماوية قد وضعت بنظام دقيق وليس مصادفة عشواء، ولو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو تركت مدارها إلى أسفل قليلة لاحترق كل حي على ظهر الأرض، ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل لاختلت حركة المد والجذر وغرقت الأرض بمن فيها أو هلك أهل الأرض عطشا. هذه المسائل الجميلة العلمية لا شك أنها تدعم وتجدد الإيمان في قلوب المؤمنين، وتزيل الشك من قلوب المتشككين، وتأتي بقلوب المنحرفين عن رب العالمين إلى الله تبارك وتعالى وإلى القرآن. وأود أن لو ذكرت على وجه السرعة بموقف مثلا من المواقف البحث العلمي التي أتت بقلب رجل عالم مشهور كموريس بوكاي مثلا في العصر الحديث عام 1981، طلبت فرنسا بصورة رسمية من مصر أن ترسل مصر إليها بجثة أو بمومياء فرعون، واستقبل الرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا ميتران وجميع وزرائه وكل المسؤولين جثة فرعون في المطار، ونقل في موكب مهيب إلى متحف الآثار الفرنسية لإجراء بعض الدراسات على هذه المومياء أو على هذا الجثمان. وكان رئيس البحث العلمي لهذا الفريق موريس بوكاي، وانشغل كل فريق في تخصصه، لكن موريس بوكاي انشغل بقضية أخرى بالنسبة إليه كبيرة، ألا وهي كيف هلك هذا الفرعون، كيف مات. وبعد مدة طويلة من البحث العلمي الدقيق بالحاسوبات الآلية الدقيقة والأجهزة العلمية الحديثة، أراد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ليعلن فيه للدنيا كلها أنه اكتشف أمرا هائلا خطيرا. فقال له أحد أقرانه في البحث العلمي وفي العمل: وما هي المعلومة؟ قال: أود أن أبين للدنيا كلها أن هذا الفرعون مات غريقا. فهمس في أذن وقال: لا تتعجل، فالمسلمون يزعمون أن الكتاب الذي بين أيديهم يتحدث عن أن فرعون قد مات غريقا من 14 قرنا. قال: ماذا؟ هذا محال، لم يكتشف العرب مثل هذه الآلات التي بحثنا بها وتوصلنا إلى هذه المعلومة. قال: لا 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 تتعجل. فقال: أحضروا لي التوراة، فأحضروا التوراة فقرأ فلم يجد أثرا لهذا، أحضروا الإنجيل فأحضروا الإنجيل فقرأ فلم يجد أثرا لهذا، أحضروا القرآن فأحضروا له القرآن، ودخل عالم فقرأ عليه آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي قول الله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فنطق وقال: أشهد أن هذا القرآن من عند الله. واستمر 10 سنوات يريد أن يستخرج تناقضا علميا واحدا بين القرآن الكريم وبين ما أثبته العلم الحديث، فلم يجد. فبعد 10 سنوات قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأنا أحيي الأخ الكريم وأذكر إخواني بأن هذا باب من أعظم أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن نعيش عصر العلم. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم السداد والإخلاص والتوفيق. نعم. هل أحد من الشباب عنده أي سؤال؟ تفضل أخ معاذ. قد انتشر في الآونة الأخيرة أناس ادعوا العلم يا شيخ، فنريد منكم حفظكم الله توضيح مظاهر هذا الخطر الجسيم الذي يهدد الأمة الإسلامية بأسرها، مع التنويه على كيفية تجنب أمثال هؤلاء من مدعي العلم، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. هذا سؤال في غاية الأهمية، والتعالم لا شك مرض العصر، التعالم مرض العصر وداء خطير، وعتبة الدخول الجائرة الفاجرة ألا وهي القول على الله بغير علم. ظهر كثير من المتعالمين
ممن ادعوا العلم قبل أن يتعلموا، هذا هو التعالوا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وتزببوا قبل أن يتحصرموا. فترى من أخطر مظاهر التعالم الآن، وأنا أحذر إخواني وطلابي من هذا المرض العضال، بل وأحذر نفسي ورب الكعبة، من أخطر مظاهر التعالم أن ترى الآن جرأة رهيبة على الفتوى. لو تتبعت الفضائيات الآن لانقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير. ترى جرأة على الفتوى في المسائل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. تسمع على فضائيات من الفضائيات من يقول السماوات ليست سبعا، وتسمع من يقول ليس هناك ما يسمى بالهجرة، وتسمع من يقول ويقول ويقول. حتى قال رجل في مسألة حينما سئل قال هكذا باللغة الدارجة، قال أصل النبي ما كانش واخد باله. خلل. فتلمح الآن جرأة على الفتوى في المسائل العويصة التي لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. تعالم أن يدعي الإنسان العلم قبل أن يتعلم، لا يعرف مرتبة الدليل، ولا يعرف مناط الدليل، ولا يعرف أن يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، وتراه يتجرأ على الخوض في كتاب الله تبارك وتعالى أو في مسائل الأصول الكبار، قد يقع في التكفير، وقد يقع في التفسيق، وقد يقع في التبديع، وهو لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومناطه، بين الدليل ومراتبه. فأنا أقول العلم، الدليل ليس منتهى العلم يا إخوة، الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم العلم. ولذا نرى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم يترجم بابا فقيها بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. ومن جميل ما قاله ابن القيم، قال إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. فالجرأة على الفتوى من أسوأ مظاهر التعالم، وهي منتشرة جدا الآن بين كثير من المنتسبين إلى العلم الشرعي. يا أخي لو ذكر العلماء، فعبد الله بن عمر نجم في سماء العلم، يأتيه سائل فيقول له يا ابن عمر أتارث العمة؟ فيقول عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسأله. فيقول السائل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسأله؟ قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل، فقبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وإذا ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم، يقول تلميذو الشافعي صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وإذا ذكر العلماء فالشافعي نجم ثاقب، يقول إسحاق بن راهويه قال لي أحمد بن حنبل تعالى يا إسحاق أريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله، قال فأراني الشافعي، قال إسحاق فنظرت الشافعي في الفقه فلم أرى أفقه منه، فنظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، فنظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، ووالله لقد صدق أحمد فلم ترى عيناي مثله. هذا الشافعي يأتي سائل في المجلس فأسأله، فيسكت الشافعي، فيقول السائل أجب، فيسكت الشافعي، فيقول السائل أجب، فيسكت الشافعي، فيقول السائل في الثالثة أجب، فيقول الشافعي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم العلماء. فمن أخطر مظاهر التعالم الجرأة على الفتوى والعجب والكبر والغرور واحتقار الناس وازدراء الناس وحفظ بعض المسائل للتأسد والتنمر بها على أقرانه في مجلس من مجالس العلم. يجلس في مجلس فيقول قاعدة من قواعد الأصول مثلا، يذكر قاعدة من القواعد، العمل بالعلم، العمل بالظن لا يصح ما دام العمل بالعلم ممكنة مثلا، يعرف الشرط، نيته وهدفه أن يظهر للناس أنه على علم، أنه أعلم منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وابن ماجه وغيرها بسند صحيح من حديث كعب بن مالك، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نعوذ بالله من الخذلان. فيجب علينا أن نخلص النية وأن نصحح الطوية وأن نطهر السريرة
وأن نخلص لله وأن نعلم أن الفضل بيد الله، وأن القلب كالريشة في مهب الريح، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك. مولا، لا أريد أن أطيل حتى أدع المجال لأخوتنا وإخواننا في طرح ما يريدون من الأسئلة. الأخ أحمد من ليبيا يسأل ويقول: السلام عليكم، ذكرتم يا شيخ تعريف الحكمة لابن القيم رحمه الله، فأين نجد ذلك وبارك الله فيكم؟ تجد ذلك إن شاء الله تعالى في كتابه القيم الماتع مدارج السالكين، وأذكر مرة أخرى بتعريفه إذ يقول: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة، فلا حكمة لطائش ولا لجاهل ولا لعجول. الأخ الرحمن من فرنسا يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أحيانا قد يتعلم المرء أمورا قد تكون واجبات أو منهيات أو سنن أو مكروهات فلا يطبقها، فهل هذا يعني أنه لا يدعو إليها لكونه لم يطبقها؟ هذا سؤال جميل وجيه. ليس معنى أن يضعف أحدنا لهيئته وطبيعته البشرية وأن يزل في معصية من المعاصي وأن يقع في منكر من المنكرات، ليس معنى ذلك ألا يحذر الناس من هذا بدعوى أنه يقع فيه، لا، لأنك بذلك تقع في معصيتين: أما المعصية الأولى وقوعك في هذا المنكر، والمعصية الثانية عدم تحذيرك للناس من الوقوع في هذا المنكر، أو عدم دعوتك إلى الآخرين للاجتناب هذا المنكر، فأنت بذلك ارتكبت معصيتين. فالإنسان بشر ضعيف يزل في أي لحظة من اللحظات، ليس معنى ذلك إن ضيع مثلا قيام الليل ألا يذكر إخوانه بقيام الليل، ليس معنى ذلك أن يحذر إخوانه من ترك الصلاة أو أن يذكر إخوانه المحافظة على الصلاة في جماعة، ربما يقع في النظر إلى ما حرم الله، ليس معنى ذلك ألا يحذر إخوانه من هذه المعصية. فيجب على كل من زل في معصية أن يحذر منها، وأنا أرجو الله عز وجل أن دعوته لغيره بترك المعصية، أدعو الله أن تكون دعوته سببا من أسباب تركه هو لهذه المعصية. واضح؟ فليس معنى أننا نقع في تقصير ألا نحذر غيرنا من هذا التقصير، وإنما أدعو غيرك وحذر غيرك، وسل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الصدق وأن يعينك على ترك هذا المنكر الذي تحذر الناس منه وأنت واقع فيه. وببركة دعوتك للآخرين أرجو الله أن يبارك عليك وأن يخرجك من هذا المنكر وأن يجنبك الوقوع فيه وأن يردك إلى الطاعة ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. هناك سؤال من الأخت سميرة من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما هي نصيحتكم لعوام الناس الذين لا يملكون العلم الشرعي الكافي للتمييز بين الدعاء الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ويدعون لدين الله بالباطل، وبين العلماء الربانيين؟ بعبارة أخرى، ما هي صفات الدعاء الذين علينا تلقي العلم منهم والاقتداء بهم؟ بارك الله فيكم وفي علمكم. والله هذا سؤال في غاية الوجاهة، وربما سألني بعض طلابنا في الحلقة الماضية هذا السؤال أيضا، وأقول بأن الأمر يسير على طلاب العلم إن شاء الله تعالى. يعني طالب العلم يستطيع أن يميز بين العالم الرباني والداعية الصادق الذي يتلقى العلم على يديه من غيره. لماذا؟ لأننا لا نتعبد لله تبارك وتعالى بتقديس العلماء أو بعبادة العلماء والشيوخ أبدا، وإنما منهجنا الذي ندين الله تبارك وتعالى به ما أصله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن بديع ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم لاعتصام، قال: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ومن بديع ونفيس ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ليس لأحد، هذا كلام بديع جدا، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه
غير النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت إليه الأمة. ومن أروع ما قاله أيضا رحمه الله تعالى، قال: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فنحن ندور مع الدليل حيث دار، وهذا واجب على كل طالب علم يستطيع أن يعرف الأدلة وأن يفرق بين مراتب الأدلة ومناطات الأدلة. أما عامة المسلمين ممن لا يحسنون أن يعرفوا الأدلة أو أن يفرقوا أو أن يعرضوا هذا الكلام الذي يستمعون إليه على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول في كلمات يسيرة: أول أمر يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبحث عمن يأخذ منه دينه، فالأمر دين. لا ينبغي للمسلم أن يأخذ دينه الذي يقبل به على ربه تبارك وتعالى من أي أحد. وأول أمر فعلى المسلم أن ينظر إلى سمت العالم، إلى هديه، إلى دله. هل هو على سمت المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف أبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا بعيد عن سمته وهديه ودله؟ فأول أمر يستطيع الرجل العادي المسلم العادي أن يفرق به أن ينظر إلى سمت العالم. ثم أود أن أقول ولله الحمد، وإن لم يحسن الرجل المسلم العادي أن يفرق بين الأدلة ومراتبها، أود أن أقول بفضل الله جل وعلا: الحق أبلج والباطل لجلج، الحق يعلوه النور ويكسوه البهاء والجلال والجمال، والباطل يعلوه الظلام. لو سمع المسلم العادي العالم يقول: قال الله جل وعلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي أخذ منه، لأن العلم قال الله قال رسوله. أما إن كانت الحلقة في فضائية من الفضائيات أو في مجلس من المجالس يقضى الوقت كله في كلام مسرود مطول لم ينور بآية من كتاب الله ولم يدعم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر المسلم أن يتلقى كل هذا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أبقى الله في الأمة الربانيين والمخلصين ممن يبلغون عن الله ورسوله. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، وفي لفظ وهم كذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. نعتذر للإخوة الذين أرسلوا لنا استفساراتهم وهي ما تقرب على 60 سؤالا، ونحب أن نوجه عناية السادة المشاهدين إلى أنه ابتداء من اليوم السبت سنقوم بعرض دروس الأسبوع الماضي في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ليتمكن إخواننا في المغرب العربي ومن لديهم أعمال لا تتناسب مع العرض الحالي بمتابعة البرنامج. أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. اللهم بارك لنا في علمائنا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم الاثنين القادم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.